اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده من برنامج خطوط تماس نخصصها للحديث عن المشاركه المصريه في اجتماعات الدوره الأربعين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده في 26 من فبراير الماضي. هذه الجلسه وكلمه مصر فيها هي مدخلنا لموضوع اساسي، كيف تستخدم ورقه حقوق الانسان كورقه ضغط ربما على بعض الدول، وهل بالفعل كما قال الرئيس السيسي أكثر من مرة يجب أن يتم التعامل بمرونة أكثر مع هذا المفهوم طبقا لمعطيات كل دولة وظروفها الأمنية، والتعامل مع مفهوم حقوق الإنسان بالمفهوم الأشمل والأكبر، حق الإنسان كما حقه في الحرية وحرية التعبير عن الرأي، حقه أيضا في العيش وفي التعلم وفي العلاج وغيرها من الحقوق الطبيعية التي يحتاجها كل إنسان لكي يحيا حياة كريمة. مشاركة مصر في هذه الاجتماعات جاءت بشكل رسمي من خلال المشاركة في شخص وزير الخارجية سامح شكري الذي تحدث عن الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان في مصر. المشاركة غير الرسمية جاءت عن طريق الكثير من الجمعيات المدنية المتعلقة والمعنية بحقوق الإنسان في مصر. هل نجحت مصر في عرض وجهة نظرها؟ أيضا كيف تستخدم هذه الورقة كما ذكرنا كورقة ضغط على الكثير من الدول؟ موضوعنا في حلقة اليوم نطرحه للنقاش مع ضيوفنا الكرام، الأستاذ كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع. أهلا بحضرتك أستاذ كريم. الأستاذ عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان والمحامي بالنقد. أهلا بحضرتك. نبدأ أستاذ كريم، يعني لك طبعا مجموعة من المقالات التي تتحدث عن قضية مصر والتقارير المغلوطة من منظمات كثيرة لحقوق الإنسان، لكن نبدأ بمشاركة مصر في هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان. كيف كانت كلمة مصر وكيف استطاعت أن تشرح وجهة نظرها للعالم؟ كانت كلمة متوازنة، وفي هذه الدورة وفي الدورة السابقة 39 أيضا كانت مصر ممثلة في السيد السفير سامح شكري تواجه سيلا من التقارير المغلوطة والمنصات التي تصدر مجموعة من النشرات الدورية الممولة والموجهة لهدف واحد وحيد، هو تشويه صورة مصر وتنميط، يعني تأكيد نمط محدد أن حقوق الإنسان في مصر تعاني، وأن مسألة الحريات ومسألة التقارير المغلوطة حوالين الاختفاء القسري وحوالين الاعتقال وحوالين الحبس الاحتياطي إلى آخر كل هذه البيانات التي تدبجها منظمات تنظيم الدولة للإخوان والمنظمات القطرية والتركية إلى آخره تصب في المنظمات الدولية Human Rights Watch وأمنيستي إلى آخره، ثم تصب في النهاية هذه المنظمات ترفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة المفوضية السامية للأمم المتحدة التي تعقد جلسات أو جلسة دورية أو تضع الموضوع على بند لقائها السنوي أو دورتها السنوية. كلمة مصر جاءت متوازنة، أوضحت ببساطة أن الحقوق مرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالتنمية الشاملة، وأنه لا حقوق للإنسان بدون الاستقرار وبدون التنمية الشاملة، وأنه عدم ابتسار أو اختزال حقوق الإنسان في فهم واحد لحقوق الإنسان أو حق وحيد من الحقوق، وأن من الضروري النظر إلى حقوق الإنسان في مجموعها وما يتحقق على منها وتطور عمل الدولة ككل والإدارة ككل في تعظيم هذه الحقوق، والعمل على أن يمتلكها عموم الناس أو عموم الشعب. أيضا كلمة مصر استعرضت التطور الحادث في ملفات أساسية، منها مثلا حق السكن وحق التعليم، تمكين المرأة، مواجهة التمييز، مجموعة من الحقوق التي مكن منها الإنسان المصري خلال الفترة الأخيرة. وأيضا استعرضت مصر مسألة الإرهاب كمقود أساسي لحقوق الإنسان، وطالبت
إجراءات حقيقية وفورية لمواجهة خطر الإرهاب، والدول والكيانات الداعمة له والممولة له والتي توفر له ملاذات آمنة. ببساطة أن الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي تعمل على نشر الفوضى وتقويض المجتمعات نعم لا تبقي أي حق من حقوق الإنسان، نعم وتتحول الدولة كما نرى في دول الجوار إلى مجموعة، يعني مجموعات متقاتلة ومتصارعة، ويتحول عموم الشعب الأعزل إلى مهاجرين ولاجئين وضحايا ومرضى محتملين. وقتلى، صحيح صحيح، إلى غير ذلك. طيب أستاذ عبد الجواد، لماذا يتم اجتزاء مفهوم حقوق الإنسان في فكرة حرية الرأي فقط دون النظر إلى المفهوم الشامل كما ذكر أستاذ كريم، يعني الحق في العيش، الحق في غيرها من حقوق الإنسان يعني؟ الاجتزاء ده جاي من واقع ومن حقيقة، واقع وحقيقة، انه ورقة حقوق الانسان او ملف حقوق الانسان، يعني منذ ان بدأ ميثاق الامم المتحدة في العهد الاول وفي العهد الثاني، منذ انشاء منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان وتطورها للمجلس الدولي لحقوق الانسان الان في جنيف، ما زالت قضيه قديمه حديثه مستمره، الا وهي انه استخدام حقوق الانسان في الضغط السياسي والتدخل في الشؤون الداخليه قضيه مستمره، بتذهب تنخفض بعض الاحيان وترتفع حسب الغرض السياسي للدول الكبرى الحقيقه. كمان حقيقة تانية انه معظم او اغلبية المؤسسات الدولية او المنظمات الدولية لا يمكن انكار انها مسيطر عليها فكرة التسييس واللوبي الذي يستخدم في التدخل في الشأن الداخلي في مصر، في سوريا، في الامارات، في اي دولة. فعشان كده الاجتزاء جاي من الخروج عن المعنى النبيل لحقوق الانسان. زي ما احنا قلنا حقوق الانسان دي يعني عباره عن مجموعه من الاجيال نشات بنشوء المواثيق الدوليه منذ الاعلان العالمي والعهد الدولي لحقوق المدنيه والسياسيه. ففي ضوء المواثيق الدوليه بقت في جيل اول وجيل ثاني وجيل ثالث. نرجع نقول اللي اجتزا لانه الارتباط او الغرض السياسي بيؤثر، عشان كده في اجتزاء. الامر الثاني البعد عن الفكرة الأساسية في الحق في العالم، الحق قصاد واجب. الحق في حق فردي وفي حق مجتمع. أنا من حقي أتمسك بحقوق الفردية والمجتمع له حقوق، ماذا لو تعارضت حق الفردي مع حق المجتمع؟ يجب أن تغلب فكرة حق المجتمع. ففي معايير وقواعد أساسية لا تتبع، فبالتالي عشان كده بيحصل اجتزاء. يبقى اجتزاء لغرض سياسي للتدخل في شؤون الدول، الاجتزاء للخروج على الاصل المفهوم القواعد الاساسيه والمعايير الاساسيه لتطبيق او ممارسه حقوق الانسان. الامر الثالث انه التركيز على نوع معين من الحقوق واهدار الاخر، بمعنى وعدم الاخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والسياسي للدوله اللي المفروض المجلس الدولي بيناقش كل دوره، اللي هو اليو بي ار او الاستعراض الدوري الشامل حاله حقوق الانسان في اكس من الدول وليكن مصر على سبيل المثال. عندما يتم تقييم حاله حقوق الانسان في مصر ولا يؤخذ في الاعتبار ان مصر في شبه حاله حرب، حرب داخليه وحرب خارجيه. حرب خارجيه محدش ينكرها حتى لو كانت هناك علاقات دبلوماسيه او رسميه، لكن مصر مستهدفه من امريكا ومن تركيا ومن قطر، مستهدفه بالفعل، واستهداف لا يريد ان تستقر مصر او يعني تتحرك من موقعها او تتحرك للامام وتخرج من فتره الى فتره. وضع اقتصادي محتاج دعم، محتاج صبر، محتاج تشجيع، لانه اثاره قريبه مش بعيد. مجموعه مشروعات قوميه، مصر بتحاول تسترجع السياسه السياحه، وايضا وضع امني، الارهاب
احنا شايفين كل شويه فمصر في سيناء او مصر جوه القاهره بتتعرض لمحاولات يائسه. المظاهر الاخيره للحركات الارهابيه بتنم عن الضعف استخدام بقى الوسائل البدائيه او الوسائل اللي هي السريعه. ففي ضوء الحاله الاقتصاديه والحاله الامنيه يجب ان نركز مش على حق الراي بس ولا حق المحاكمه بس، لا، في حق مقدم. نعم. الحقوق، في حقوق اساسيه وحقوق اخرى. نعم. الحقوق الاساسيه اول حق الانسان حقه في البقاء، صحيح، ما تمنعش حد حقه من استمرار في الحياه، حقه في السلامه الجسديه، نعم، عدم الاذى البدني. فبالتالي عندنا جيل او جيش من ضحايا حقوق الانسان اللي هم ضحايا الارهاب، ضحايا العنف، عندنا شهداء، عندنا مصابين. نعم. دول محتاجين الاهتمام والتركيز على الحق في البقاء والحق في الحياه. نعم. والسلامه الجسديه. ومش بس كده، معلش، الاوضاع الاقتصاديه لازم تشجع على ان احنا برضو نهتم بالحق في العمل. نعم. الحق في العيشه الكريمه. دي حقوق اساسيه بيتم اظهارها في التقارير. طيب. اللي بتطلع عن هذه المنظمات الدولية. طيب. احنا بينضم الينا الان من جنيف وبيحضر فعاليات هذه الدورة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاستاذ حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. مساء الخير استاذ حافظ. الو، هل تسمعني استاذ حافظ؟ طيب. يبدو يعني طيب، حتى نعاود الاتصال به مرة أخرى. أستاذ كريم، فكرة تأكيد مصر دائما خاصة في السنوات الأخيرة على فكرة المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، هل تجد صدى لدى الدول الغربية أم أنه الإصرار على استخدام أوراق الضغط هذه يمنعها دون أن تنظر إلى هذا المفهوم الشامل، هذه الرؤية التي عرضها أستاذ عبد الجواد، فكرة الظروف الاقتصادية، الحرب على الإرهاب، الظروف التي تمر بها دول الجوار وغيرها، كيف يعني تنظر هذه الدول إليها؟ هناك إجابتان عن هذا السؤال. الإجابة الأولى أن من يحاولون استخدام ورقة حقوق الإنسان ويوظفونها سياسيا في عمليات الضغط والاحتواء يعلمون جيدا مدى التطور الحادث على تراك تمكين الإنسان المصري والمجتمع المصري من حقوقه الشامل. هذا أولا. ثانيا، لماذا يتم استخدام هذه الورقة في الضغط والاحتواء؟ لأننا بصدد برنامج شامل لحرب حديثة، حرب هذا ضد المنطقة بكاملها، منطقة جنوب وشرق المتوسط. وهذا البرنامج معلن ومدعوم وممول بأموال عربية وغير عربية لتقويض الدول المستقرة وتفتيتها إلى دويلات. ورأينا خلال السنوات الماضية جولات ساخنة من هذا البرنامج، لم يكن هناك ذكر أصلا لحقوق الإنسان العربي الذي يموت ويقتل وتسلب منه كل حقوقه، ولم يكن هناك أي ذكر لفكرة تمكين الإنسان وهو تحت التهجير والقصف والقتل إلى آخره. وشاهدنا في السنوات الأخيرة بداية انحسار هذا البرنامج بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدا بعد أن وقفت مصر على قدميها مجددا وأطاحت بالمشروع الإخواني التركي الذي كان حلقة في هذا المسلسل. صحيح. وقوف مصر على قدميها أوقف جزئيا أو أبطأ من سريان هذا البرنامج المتكامل للمنطقة، ولكنه لم يكن نهاية لهذا البرنامج. ظل هذا البرنامج يعمل بأساليب الحروب الحديثة، وحتى يعني أصبحت الحروب الحديثة يعني تعبير دارج كمان، أصبح الإنسان العادي يعلم به بعدما كان نوعا من الاصطلاحات يستخدمها الخبراء السياسيون والعسكريون. أصبح فكرة قصف الأذهان، فكرة صناعة النمط، أصبحت عملية التشويه المنظمة، أصبحت إصدار التقارير المغلوطة، أصبحت فكرة تمويل منظمات وإنشاء منظمات من العدم وتمويلها،
لإصدار تقارير بهدف التشويه وهدف التنميط فكرة مسبقة عن حالة حقوق الإنسان في هذا البلد أو غيره، مسألة متعارف عليها ومعلنة. قطر مثلا وتركيا وهما من أسوأ الدول سجلا في مجال حقوق الإنسان، هما من أكثر الدول التي تنفق في مجال الحروب الحديثة. وإذا كانت قطر قد تعرضت لمواقف شديدة في هذه الدورة تحديدا، قبيلة الغفران والمرة عندما تظاهروا وأعلنوا عن جرائم تنظيم الحمدين ضدهم في قطر، إلا أنها تدفع بسخاء للمنظمات الكبرى لتبييض يعني هذه الصفحة، لمنع التركيز على انتهاكاتها. وتركيا كذلك. نعود للنقطة الأساسية، أن هناك دول لها نقاط كثيرة في التقدم على مستوى سجلات حقوق الإنسان، لكنها لا تستطيع فرض خطابها بشكل كامل على العالم. زي مين؟ زي مصر. مصر موقفها من أكثر المواقف العادلة، ولكن هناك قصور في عرض الخطاب المصري وانتقاله من الدفاع وتلقي الهجمات إلى فرض وجهة النظر المصرية والمفهوم المصري العادل والمتقدم عن حالة حقوق الإنسان. يعني تقصد إنه الخطاب المصري لابد أن ينتقل من مستوى الدفاع إلى مستوى عرض هذا الفكر إلى مستوى تكثيف الإصدارات والمخرجات والتقارير ومواجهة والمواجهة والاشتباك في هذه الحرب الحديثة، حتى يتوقف التنميط. ما هو يعني ماكرون زي ما كنا بنتكلم لما جاء مصر وقال بنتكلم عن سجل حقوق الإنسان، وهو الذي يقمع متظاهري السبت في بلاده وسقط بينهم قتلى وضحايا وجرحى إلى آخره. لماذا يتكلم ماكرون في مصر عن هذا الخطاب؟ لأن الموضوع كما الأواني المستطرقة، هناك ما يزيد عن 50 منصة ومنظمة من ممولة من التنظيم الدولي للإخوان ومن قطر، وبعضها موجود على لائحة الإرهاب. منظمة النعيمي في قطر، مركز الشرق بتاع وضع خنفر موجود، يكثفون هذا الخطاب وحملات ممنهجة. هذه المنظمات موجودة على لوائح الإرهاب وتصدر تقارير عن أحوال عن حالة حقوق الإنسان في مصر، تنتقد التعذيب والاعتقال والتهجير القسري ومش عارف إيه وكيف. هذا الخطاب الذي يدفع له أموال كثيرة حتى يروج، ينبغي أن نوجد تكتيكات أكثر مرونة لمواجهته. طيب خلينا نتحدث عن هذه النقطة تحديدا. معنا عبر الهاتف الأستاذ محمود البدوي المحامي والحقوقي. مساء الخير أستاذ محمود. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكرام. أهلا بحضرتك. النقطة الهامة التي نتحدث فيها الآن هي أنه الخطاب المصري فيما يتعلق بالتقارير التي بعضها ينسب لجهات مشبوهة يتحدث عن تدني حالة حقوق الإنسان في مصر، كيف تستطيع مصر أن تنشر خطابها الذي يخص حقيقة الوضع بداخلها، ولا تكتفي فقط بالرد على مثل هذه التقارير التي تهاجم الأوضاع فيها؟ طيب، هو يمكن فكرة استهداف مصر في المحافل الدولية مش فكرة جديدة، احنا بنشوفها كتير، ويمكن حتى كان ليا لسه مقال في الجمهورية 12 من كام يوم كنت بقول فيه اللي هو كوحيل حقوق الإنسان في المجتمع الدولي واستهداف مصر. كلنا عارفين فكرة الكحول اللي هو واحد بيجيبه صاحب العمارة المخالفة علشان يشيل عنه المخالفات والغرامات. فلقينا ان احد الحقوقيين المصريين الهارب الى الخارج خد فلوس من الإخوان أو خد فلوس من قطر وعمل ندوة بيهاجم فيها مصر وبيتكلم فيها عن كلام طبعا يتجافى مع حقيقة الواقع الداخلي المصري فيما يخص حالة الحقوق والحريات. هم دائما وأبدا بيحاولوا أن هم يوجهوا إساءات لمصر استنادا إلى أن الخارج ربما يكون لا يعلم بعض الشيء عن فكرة الإصلاح الاقتصادي اللي حاصل، فكرة التمكين السياسي، كتير من الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان. إن دستور مصر حتى المعدل في يناير 2014 25% من جملة التركيبة بتاعته بتتكلم عن الحقوق والحريات، ما بيتكلموش عن غط العنب، ما بيتكلموش عن الأثمرات، ما بيتكلموش على 100 مليون صحة. كل هذه الأمور إحنا النهاردة بنقول إن الدولة المصرية لا ترد بعبارات مصاصة ولا ترد بعبارات رنانة، الدولة المصرية بترد بإنجازات على أرض الواقع تنعكس إيجابا على
حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري وتنعكس إيجابا على حزمة الحقوق السياسية والمدنية للمواطن المصري. فكرة أن يتم استهداف مصر في مثل هذه المحافل الدولية أعتقد وإن كان هناك بعض الخارجين عن السياق الوطني وخلينا نسميهم على عهدتي الشخصية بعض الخونة في الخارج المدعومين بفلوس قطر وفلوس تركيا المسمومة بيهاجم مصر، في حقوقيين حاليا في في في, في جنيف حاليا في أكثر من مكان وأكثر من لقاء علشان يتكلموا على خطوات مصر الجيدة على طريق تمكين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق وكمان تحقيق حزمة الحقوق المدنية والسياسية. مصر بتخطي خطوات واسعة ولازم كلنا نعرف أن الخطوات دي بتثير كثير من القلق والفزع عند ناس كتير. هم النهاردة بيحاولوا يرجعونا خطوات لورا، لكن احنا بنقول أن الداخل المصري بيرد بقوة إن كانوا هم احتفوا عبارات المطاطة والرنانة ترديد الانجازات على ارض الواقع انجازات ومشاريع جباره تفيد المواطن المصري وليس مجرد عبارات تحكمها سمى الدليل وعبارات مطاطه فارغه من اي معنى. نعم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود البدوي المحامي والحقوقي. استاذ عبد الجواد، يعني لأول مرة ويمكن ده تماشيًا مع ما قاله أستاذ كريم إنه بنرى رئيس عربي بيرد على فكرة الاتهامات التي تواجه بها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان حينما قال الرئيس السيسي لن تعلمونا إنسانيتنا. هذا الرد بهذا الشكل هل هو بداية خطاب الهجوم وليس فقط الدفاع في هذا المجال؟ إحنا عايزين نتكلم بشكل واقع. إحنا هنبقى في خانة الرد أو الرد الشخصي على بعض الأفراد أو الكيانات، أنا أعتقد أنه ده مش حل. الحل اللي أنا شايفه مش حل اللي بقترحه، لا، في حاجة في الواقع إحنا مش راضين بالنا منها. الحاصل دلوقتي أنه مواجهة استخدام زي ما الأستاذ كريم أنه استخدام ورقة حقوق الإنسان وكلام استكمالا لكلامه ده، انه احنا لازم نشتغل او بدأنا نشتغل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. احنا بس مش عايزين ننتظر لما رئيس السيسي يقول في الامم المتحده فنمشي نكمل. لا هي فكره أنا بس أنا لغه القوه، يعني انه القوه برضو تفرض المبادره التحرك ده بدا من بدري، وطبعا ده بتشجيع من رئيس الدوله وده يعتبر إرادة سياسية زي ما نقول، بفتح الباب لمسألة إنه لازم طريقة المعالجة تتحدث. الحاصل دلوقتي اللي مش واخدين بالنا منه واللي ممكن يبقى يعني جزء من الرد ده، واحد جزء من الرد إنك عندك تطور هائل في مجال حقوق الإنسان. مش ينفي ما ينفيش إنه هناك بعض طبعا في تصرفات شخصية، في أفعال شخصية من هنا ومن هنا، وفي مساءله وفي تحقيق وفي جزاءات وفي تجاوزات وتصرفات فرديه. اي مجتمع طبيعي لازم تلاقي فيه ده بشر، سواء كان مسؤول في الشرطه او هنا او هنا او هنا، في تجاوزات. لكن هل دي بتوصل لمرحله انه لما اجي ادرس حاله حقوق الانسان في مصر تبقى سيئه؟ لا. تعال نشوف اللي حصل النهارده في مصر. النهارده في اداره لحقوق الانسان في مكتب النائب العام، في اداره لحقوق الانسان في وزارة العدل، في مكتب الحدود الإنسان في وزارة الداخلية، كمان في المؤسسة للمجلس القومي، وفي أيضا يعني حقيقة آليات متعددة. ده المشرع المصري كان سباق في التطوير حقوق الإنسان. لما قانون الإجراءات الجنائية، أنا كمحامي وقانوني لما لاقي قانون الإجراءات الجنائية يعدل بعض التعديلات المتعلقة بمحاكمة المتهمين ويخليها على درجتين، ده حق من حقوق الانسان اللي هو الحق في المحاكمه العادله والقانونيه والمنصفه. انا بوفره المشرع بالدخل. لما اعدل قانون بعض القوانين ولا اعدل لوائح، مش بس كده، هو اما رئيس الدوله قانون يتناقش في مجلس النواب وكان هناك يعني نتيجه يعني افعال البعض وليس الكل من المجتمع المدني، انا بقولش كل، لما كانت في نقطه تجاوزات وده كان سبب في تعديل القانون وتناقش في البرلمان وصدر بالفعل، لما رئيس الدوله يرجع فيه او يستجيب لبعض التعديلات، ده اكبر دليل على ان المجال ان الرؤيه متغيره، هناك اراده سياسيه
بغض النظر ان اتفقنا او اختلفنا، لكن لما نلاقي رئيس الدوله في الامم المتحده بيواجه وفي تعديل داخلي لازم نمشي نتوقف عند نتكمل نكمل في هذا المنهج ونشجع المجتمع المدني النهارده لما يلاقي في فرص لمناقشه واستماع في تعديل صدر في قانون فده حاجه مشجعه. لما الاقي ادارات حقوق الانسان في كل حته في كل سلطه من السلطات حتى في المجلس النواب في وزاره العدل كل السلطات الثلاثه فيها ادارات خاصه حتى يعني كل يعني فكره الايمان بحقوق الانسان بس بالمفهوم الشامل اللي يرعى حقوق الاطراف كلها وحقوق المجتمع وبس اخر نقطه في هذا البلد ان المعالجه انا عايز اكد انه المبادرات اللي بتتم دي تشجعنا ان احنا نفعل وندعم ونطور كل المؤشرات. في مؤشرات كويسه في ظل الارهاب وفي ظل الاقتصاد اللي كان وفي ظل الثوره والفوضى بعد الثوره وفي ظل اللي حصل انفلات مجتمعي وضبط مره اخرى. صحيح. اخر حاجه حضرتك اخر مؤشر انه حاله حقوق الانسان في مصر لما يجي اي حد يناقشها اهلا وسهلا بس ياخد في اعتباره كل ده. وحاجه كمان هو لما انا اقول ما فيش استقرار في مصر او ما فيش حقوق الانسان في مصر الرئيس السيسي تحدث عن حجم وعدد الاخوه الاشقاء مش هنقول اللاجئين النازحين المتواجدين على الاراضي المصريه المسجل منهم فعليا في تقارير واحصائيات رسميه في المفاوضات الساميه 230 الف لاجئ ده غير اللي لسه هتسجله لما يكون هناك في احصائيه فعليه بتقول وعلى لسان الرئيس في 4.5 مليون شخص انسان من دول مجاوره بيعيش في مصر بيتقدم له خمس خدمات خدمات الصحه خدمات التعليم خدمات الدعم النفسي خدمات القانونيه خدمات الصحه لا ولا يعاملوا كلاجئين يعني لا هم بياخدوا يعني مش مؤشر لابد طبعا لابد ان يوضع في الاعتبار صحيح ازاي بيمارسوا حياتهم صحيح ولا دي مش حقوق انسان لابد ان يوضع ذلك في الاعتبار. طيب استاذ كريم حضرتك تحدثت عن المفهوم الاكبر والاوسع الان للحروب والضغط في مجال الحريات يعني اصبحت هناك منصات الكترونيه قنوات اعلاميه تصدير افكار معينه. مصر هل تتعامل مع هذه الجزئيات بالشكل المناسب انه تتعامل ولكن ليس بالقدر الكافي. هنا نحن نقول اننا ونحن في حاله حرب شامله سجل مصر الحقوقي يعتبر ناصع جدا لانه بمفهوم التنميه الشامله ومفهوم الشامل لحقوق الانسان مصر قطعت خطوات جباره على صعيد التعليم على صعيد الصحه تمكين المراه مواجهه التمييز وعلى صعيد الحريات عموما. لكن فيما يتعلق به كيف نتوقف عن مخاطبه انفسنا ونتعامل بأدوات الحرب الحديثة كما قلت أن هناك أكثر من 50 منصة ومركز ومنظمة تابعة للتنظيم الدولي ولقطر وتركيا لا عمل لها طوال العام إلا السيرش على وسائل التواصل الخلايا النائمة في مصر ترسل بيانات مغلوطة تتحول هذه البيانات المغلوطة والعبارات المرسلة على فيسبوك وتويتر وإلى آخره إلى تقارير موثقة. تخيلي أن 50 منظمة ومنصة تضخ هذه التقارير الموثقة إلى المنظمات الدولية الكبرى. لا يمكن أن تتجاهلها المنظمات الدولية الكبرى. طب سؤال هنا لماذا لا تتجاهلها رغم أنه لا. علامات استفهام كثيرة أسفل قطع الخيط يعني هذه منظمة كذا قاضي تابع للإخوان ومفصول وهارب بطريقة غير شرعية إلى تركيا ينشئ مركز حقوقي في تركيا ولا يتحدث إلا عن التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري ويصدر تقارير موثقة دورية ويرسلها للمنظمات الكبرى. كمان هذه المنظمات الكبرى لا تتلقى من مصر خدي بالك لا تتلقى تقارير ونشرات دورية بنفس الكثافة التي يتعامل بها أعضاء مصر الموجهين والممولين مع هذه المنظمات وبالتالي
تكون الغلبة في مستوى التقارير التي تعتمدها هذه المنظمات الدولية لهذه التقارير المغلوطة. ثم المرحلة الثانية هذه المنظمات الدولية زي هيومن رايتس وأمينيستي إلى آخره فضلا عن أنها مسيسة تتعامل مع هذه التقارير باعتبارها حقائق ثم ترفع بها تقارير إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة فتعقد المفوضية السامية للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة جلسة استماع عن حالة حقوق الإنسان في مصر وتكون مصر في موضع اتهام دائما. أنا أقول باختصار القوانين الحرب الحديثة وقوانين حروب الجيل الرابع تفرض علينا أن يكون لدينا تسهيلات لإنشاء ودعم منظمات غير حكومية منظمات حقوقية غير حكومية يكون دورها الأساسي استعراض حالة حقوق الإنسان في مصر وإصدار التقارير والنشرات الدورية باللغات الأجنبية وتوجيهها إلى المنظمات الدولية الكبرى حتى يتوازن الخطاب. صحيح. هذه المنظمات الدولية الكبرى لم تستطيع أن تتجاهل 50 تقرير صحيح. من منظمة غير حقوقية في مصر وبها حقائق وموثقة. إذا لم تتلقى بنفس القدر والكفاءة تقارير رسمية من مصر. طيب هذا هو موضوع سؤالي إلى الأستاذ عادل السنهوري الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة. مساء الخير أستاذ عادل. مساء الخير أستاذ زينة. أهلا. مساء الخير عليك الكرام. أهلا بحضرتك أستاذ عادل. طبعا هو موضوع مهم جدا نتحدث عن يعني قضية حقوق الإنسان وتسييسها واختزالها في نقاط معينة لكن مصر كيف تتصدى لذلك حروب الجيل الرابع فتح التقارير المغلوطة التي تصل إلى جهات دولية إلى غير ذلك كيف يمكن أن تتحرك مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الداخلية أيضا؟ يعني خلينا نقول أن المسألة ليست بجديدة دائما مثل هذه المنظمات والهيئات ما كانت تتخذ موقف عدائي طول الوقت من مصر وتحديدا منظمه هيومن رايتس ووتش وأمنيستي الى غيرها لانه المساله مرتبطه بمن له الغلبه او لدى الدوله في التمويل مثل هذه المنظمات ومن يمدها بالتقارير يعني التي تكون دائما في ضد مصر وغيره فبالتالي انا اعتقد المساله خلينا بس يكون لها نعرف انها البعد السياسي في الموضوع. الجانب الثاني وهو الجانب اللي هو الذي يركز في جانب حقوق الانسان فقط على الشق السياسي ونحن نعرف ان حقوق الانسان معنى اشمل بكثير جدا من مجرد انه جانب سياسي او جانب ممارسه حريه راي الى غيره لانه هذا ربما جانب حريه الراي انه يتعلق بالكتله الحرجه في المجتمعات انما باقي المجتمعات يلزمها حقوق الانسان في السكن في المعيشة في التعليم في الصحة إلى غيره وهذا ما ركز عليه الرئيس في فترات سابقة فبالتالي ده الجزء المهم اللي أنا بقوله فعلا وقد أتفق فيه مع الأستاذ كريم عبد السلام إنه هو فعلا إحنا دائما لماذا نكون دائما رد فعل يعني ننتظر مثل هذه التقارير حتى نرد عليها ونكون دائما وكأننا في موقع المدافع عن نفسه المدافع عن نفسه لا نريد إحنا نكون يعني نبادر فكرة ان احنا عندنا بالنسبة عندنا يعني المجلس القومي لحقوق الانسان المجلس الاعلى لحقوق الانسان عندنا منظمات كثيرة جدا منظمات حتى يعني حكومية يعني اين مثل هذه المنظمات ان تكون مبادرة طول الوقت ومشاركة طول الوقت في اي اجتماعات تعقدها مثل هذه المنظمات بالفعل تكون جاهزه بالتقارير الدقيقه احنا مش هنجزم يعني او مش هنمدها باي معلومات مغلوطه مثلما تقوم باقي الاطراف بالتالي احنا علينا دور مهم جدا حتى لا نلوم الاخرين طول الوقت هم عندهم خططهم يعني وعندهم مؤامراتهم ضدنا انما احنا كمان لازم نكون احنا مبادرين واعتقد ان مصر لديها مصداقيه بالكثير من المجالس الدولية فلذلك علينا ان احنا نكون مبادرين اكتر نكون جاهزين اكتر زي ما بدأنا دلوقتي بالحرب الدائرة حرب الشاعات بدأنا بالفعل انه على الاقل اذا يعني ما انتصرتش فيها فانت تحيدي هذه الحرب بالشفافية بالدقة بتوفر
المعلومات، فانا بطلب من هنا انه بالفعل يكون هناك جاهزيه للاشتراك وتقديم البيانات والمعلومات الدقيقه بشفافيه. احنا دوله، كل دوله لها ظروف، احنا دوله بتحارب الارهاب، مش هقول ان انا ما عنديش تقصير في بعض جوانب حقوق الانسان، اقول ان انا دوله ظروفها تختلف عن باقي الظروف، مش هطبق المعايير الاوروبيه على معايير وانا في مثل هذه الظروف. لكن المهم في هذا الجانب يعني كما قال الصديق كريم انه بالفعل لازم يكون مبادرين وما نكونش في موقع المتهم دائما موقع مدافع عن النفس. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل السنهوري الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. أستاذ عبد الجواد، هنا يعني أين النقص أو أين الخلل؟ ليه ما فيش خطة؟ يعني فين المشكلة؟ مش واضحة الخطة. لا، زي ما قلت لك إنه في أمور واضحة بس محتاجة ربط ومحتاجة استثمار. لما زي ما قلت حضرتك باختصار شديد، في إرادة سياسية على أعلى مستوى، لما يكون في إنشاء إدارات متخصصة استجابة برضو، لما يكون في متابعة خارجية، وزارة الخارجية لما يبقى فيها ملف كامل متنوع لحقوق الإنسان، لما يبقى في لجان وطنية أو مجلس قومي، بس هي محتاجة مسألة الربط. أمر التاني زي ما قال الصديق الأستاذ عادل السنهوري والأستاذ كريم، مسألة إن إحنا مش عايزين نستنى لما يصدر تقرير من منظمة، تقرير منظمة ما عندهاش مصدر، ما فيش أرقام، ما فيش أسماء، أكد مصدر، صرح مصدر، زي فكرة المحاضر إنه مصدر سري قال. التقارير تفتقد المهنية وبتفتقر المعايير المفروض التواجد فيها. تقارير ليها غرض سياسي. طب انا هفضل بقى كل ما يطلع تقرير وكل ما في استعراض دوري ونطلع في الهواء ونروح لا، مش كده. في شغل كويس في الارض، طب ما نستثمره. انا رايي الشخصي انه هو النهارده مين في المجتمع المدني المصري موجود بره مصر؟ منظمه مصريه مجتمع مدني جت بحكم مش بقرار. المنظمه المصريه حقوق الانسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر، في مؤسسات تانية مش فاكر طبعا، في مؤسسات مشاركة كتير منهم مؤسسة ماعت ومؤسسات كتير وهم أصدقاء وعملوا شغل حلو وعملوا شغل كويس. لما ده يبقى فيه الشغل ده، أنا بطلب أني نستثمر الإرادة السياسية وبطلب من رئيس السيسي والمسؤولين أني نشجع هذا الجو عشان نبقى في وضع المبادر مش المدافع. طب ازاي؟ المجتمع المدني، انا بطلب من الاعلام المصري او الصحافه المصريه نعيد معالجه مساله كلمه حقوق الانسان، لانه احنا مش لازم يكون خطا البعض او تقصير البعض افراد او كيانات يبقى سبب في اني يعني اشوه صوره المجتمع المدني المصري اللي موجود بيدافع عن مصر دلوقتي، منظمه مصريه. طب ليه ما شوهناهاش؟ يعني لازم نعيش في الصحافة المصرية تفرق ما بين الكيانات الغير سوية أو الإرهابية وبين المنظمات القديمة اللي بتقدم مجال. في منظمات كتير جدا بتقدم أنا بس اسمح لي طيب بشكل. طيب اتفضل. أنا بطلب على الصحافة، أنا بقولش لا، أنا بقولش لا، أنا بقول اللي موجود، أنا بقول نستثمر. أنا محتاج أرفع نسبة الثقة في المجتمع الأهلي المصري. ليه؟ عشان زي ما أنت قلت حضرتك وزي ما قال الأستاذ عادل، هيشتغلوا فكر زي ما قال الاستاذ، هتستعرض حاله حقوق الانسان في مصر الايجابيه والسلبيه والمطالب والتعديل التشريعي، هيبقى هو ده مصدر معلومه موثوقه هتمنع وتحد من هو ليه التقارير النهارده بتنتشر، لان مفيش معلومه. طيب او البعض اكمل بس اصل احنا امامنا دقيقتين بالظبط عشان نعطيه بس مجال. انا بقول لك الاستراتيجيه في اداره الاستراتيجيه، انا بطالب بان احنا نعيد التنسيق الوطني، التنسيق ما بين المؤسسات كلها. اتنين، انه يبقى في مجال وفي مبادره الفرز، حضرتك قلت الفرز في التعاطي حتى لا يشجع المجتمع المدني الكويس ويشتغل. طيب اتنين او ثلاثه، انه دلوقتي مثلا القانون يعني باراده سياسيه بيتعدل، فده حاجه كويسه جدا انه هيساهم في الثقه في المجتمع المدني في صورته. ليه؟ ما انت عايزني انا كمؤسسة أهلية قد أفقد الصورة بتاعتي عند الشارع المصري، إزاي دفع عن مصر بره؟ فبالتالي
ألا مع تنسيق أهلي حكومي أهلي استغلال الجو الحسن الإنجازات اللي بتحصل على أرض الواقع الآليات متعددة في مجال اتنين لازم كمان احنا نعمل مبادرات كمجتمع مدني نشتغل على الخارج. طيب حضرتك عندك رد لان كنت بتقول احنا الصحافة هي طبعا في بعض المنظمات او الحديث عن تمويلات مشبوهة ربما لبعض المنظمات وغيره هذا ربما يعني ده عمل أزمة عدم ثقة محتاجين نعيدها من جديد. المصريين يفرقوا بين المنظمات اللي بتستخدم من السفارات والمنظمات اللي بتعلن تمويلها وبتشتغل فين وبتعمل ايه مسجلة وغير مسجلة. وبالتالي عشان اكرر الكلام تاني وده كلام في نظري هو نوع من الحل لا يجب ان نشتغل في مناسبة بل علينا ان نعمل طول العام. اتنين تعظيم عدد المنظمات غير الحكومية. انا بقول عندنا 15 عايزينهم 50 عندنا 20 قدام الخمسين اللي قدام كل العالم شجع اللي موجود عندنا الموجود بدل هذه المنظمة بتتعامل بشفافية وتقاريرها واضحة وتخضع للمظلة الحكومية في المراقبة مراقبة الأداء والإنفاق ومصادر التمويل إيه المشكلة مفيش مشكلة محتاجين منهم لأن هم دلوقتي اللي بيمثلونا. خدي بالك في نقطة مهمة جدا المنظمات الحقوقية الكبرى رغم أنها باللغة المعروفة مركوبة سياسيا وموجهة سياسيا هذه المنظمات لا تعترف إلا بتقارير المنظمات غير الحكومية ودي نقطة مهمة جدا. يعني مهما كان عندي المجلس القومي للحقوق الإنسان مع احترامي ليه وهيئة الاستعلامات مع احترامي لها وكل الإدارات الحقوقية في الوزارات وكل في دولاب عمل الدولة مهم ومحترم ولكن يجب أن ندير الحرب بأدواتها ودي نقطة مهمة. ما ينفعش يبقى أنا الحرب بتدار في جنيف وقاعد أنا أوجه خطابي للداخل من خلال مجلس القومي لحقوق الإنسان ما ينفعش. الداخل مستتب والداخل ذكي بما يكفي ليعلم ماذا لديه من حقوق ولكن المشكلة في الخارج الذي لا يعلم والخارج الموجه والخارج الذي يدير علينا حربا من تحت الطاولة. أقول مرة ثالث ينبغي أن نعظم عدد المنظمات الحقوقية غير الرسمية. طب نعظمها إزاي؟ يعني إيه اللي إحنا محتاجينه؟ مثلا أنا بقول أنه تشجيع الحقوقيين المصريين على إشهار منظماتهم واحد وأن يتلقوا المعلومات وأن يتلقوا التقارير الدورية التي يعتمدون عليها في إصدار ولا يتم التضييق عليهم. دي واحد. اثنين عملية التشبيك. احنا مثلا بنقول دول الرباعي العربي مستهدفة من جهات السوق قطر وتركيا وخلاله. لماذا لا يحدث تشبيك حقيقي بين المنظمات غير الحقوقية في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين؟ إذا كان في البحرين 5 والسعودية فيها 10 ومصر فيها 15 يكون في تنسيق والإمارات فيها 20 فإذا هيبقى عددنا 50 وهيبقى عندنا خطاب نستطيع أن نجبر المنظمات الحقوقية الكبرى على اعتماد خطابنا. هناك آليات وتكتيكات في إدارة هذه الحرب الحديثة ينبغي مراجعتها وإعادة وضع خطط جديدة. هذا ما نتمنى طبعا طوال العام أن يكون خطاب وليس بمناسبة انعقاد الدورة 39 أو 40 أو صدور تقرير من جهة ما طوال العام. صحيح. نشكركم شكرا جزيلا أستاذ كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع. شكرا أستاذ كريم. شكرا. وأيضا أستاذ عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان. أشكركم شكرا جزيلا. أشكركم أيضا مشاهدين على متابعتنا في هذه الحلقة من خطوط تماثيل القرآن.